وبهتنتين إذا عدا قرن كصوماليات إذا عدا راديو مقدشو إيو صومالي ناشنال تي في أدب وبهتنتين ما أنت وح فرحتنا إن أي صومالي مرتجليسو كلن كيس على التبنات ودمادا كبه بي أما استعمال أذيع شركة دا لو يقانو نافيسات أما ATNS ATNS وشركة بحسا قلبك لقول حريرو شركتها ديورتها مرة هوينك عالمك مركا أدونك جروب جروب أيال ليسوق حري مركا جروب أي سومالي كجرت وشن يتبان ودن شن يتبان كاس ودن سنة كيبا مر أي وحكو كل مان ودن ودن ماذا سكمدا سوماليا ولجيت شركة ما مرتجلين سبب الحريرة أديا سوماليا ومارتي دجالة دي سكوي إيو وحياب الحرير أوجد مركا تن وحي علامة تاي سوماليا إن أي سيف فولة وقصو مارتي بحذي شروطه وعالم كوباهنا أدبان ومهد علينينا مدحدة قرنك سوماليات تاسن وحي نأود سيسي إن أن إلهي مهديس مركي أقوه الرئيسي أن مرتقلنا شركا سقالي طبنات ودامادة كوبه هو بي جروبك أو نافسات أو أفريكا إيو ميدل إيست صدح يتبون ودن أيا جوكتا هذا شركة إيو هيئات عالمي دولة سرعيد كأيو إيو حياتا أو أر أي كوبه هو بي إنت بدن ديوردها استعمالا أدونك أوكال الدولة أي قيبكيين شركة وحالو دورتي سوماليا شركة كوري وكاد عاي جيبوتي سنة كوري بشي سبتمبر شركة أي سوماليا وحي بندكتي إن أي ربطو إن أي شركة سوص عدا سنة كان إن أي مرتجلسو عدين أي هالكا كاد عدي ودامادي دن سدعي طوان ودن أي مركز كسو قيبك شي عدين تينا ودامو بدن أي نالتر تامي ودامادي بدنين وحي أول قوليس إن أي سوماليا أي شركة سنة كان أي مرتجلسو سو قولوين أوسو هويتي سوماليا أي هيد تن لبعد شركة ما أنت مركي عن فرني أو أي سومالي فرتي هادنا وح اللعدة عدة شركة أو شيرجرين إيسا أما إن كان نقول إيسا قدومية شركة كان نقول إيسا أو شركة غيبين إيسا ودمادي قلنا وح يذكر راعين إن أي سومالي شركة ما أنت أي شركة نقطه أما أي قدومية كان نقطه مركب أقول لبعد أو سومالي وسويتي تن وح يقدونك سومالي أي يقدونك فريسا صدق هي طبعا ودن أو سوماليا ما أنت شركة خبصنا إيسا أو سيفيليفيشن هذا عالم ككمدة هي آياتها هي إكيا أو لابدي شركة دوت هي دوت أبوه وينا هي أديو أنا هي هي أدي ديوردها عالم جاسكو هايسي لابدو دين أي سومالي كسبينين مركز سوماليا وحوتها فرحة هي قول وين أسويت إن شاء الله تعالى وحنرجعيننا شرر بدن أو نوع كسبسن إن أن سومالي أسوجيدنا أو أن مارتي أدونك تصيرنا لنا إيفيشن ك insurance diyuuradaha qaali iyo waxa soo dhan ayaan rabaa in la dagaalno oo aan meesha ka saarno marka waxaan rabnaa in aan wadamada caalamka oo dhan baxda aviation ka in aan ku soo jeedino indhahooda wadanka Soomaaliya haduu ila yira Soomaaliya insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa guul iyo gobnimo idaacada qaranka Soomaaliyeedna waxaan u mahadcelinayaa in ay si toos ah ay shacabka Soomaaliyeed ula socodsiinayaan dhamaan dhacdooyinka horumarka leh ee Soomaaliya ka socota aad baa u mahadsantahay